أسيوط. يا سلام، سلم على أسيوط. مياه أسيوط يعني شركة المياه في أسيوط بترفع درجة الاستعداد للدرجات أظن بقى القصوى. خلي بالك المطر في الصعيد لما بينزل ما بيهزرش. البرد في الصعيد لما بينزل ما فيهوش هزار، تلاقيه داخل كده مش بيتسرسب، هو بيخش خبط لزق كده على العظم يفشفشه. طيب سيادة اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، ازيك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. يا رب يكون كل حاجة بخير. قول لنا يا فندم، درجات الاستعداد لهذه الموجة القارصة أو بالأصح الموجة الشديدة من هطول الأمطار في أسيوط وفي الوادي الجديد. وسيادتك الحمد لله زي ما سيادتك قلت كده، درجة استعداد عالية، عندنا معدات صرف صحي على درجة كفاءة عالية. احنا ساعة ما بيبقى عندنا إنذار بيجي لنا من الشركة القابضة بإن في سوء أحوال جوية، بنعمل انتشار بالمعدات بتاعتنا في الاماكن اللي متوقع فيها سقوط امطار زي الانفاق وتحت الكباري. كان حصل مره واحده في الشتاء ده امطار جامده شرس، الحمد لله الانتشار السريع اللي احنا كنا عاملينه قدرنا نتخلص من الميه اول باول. معداتنا بتبقى جاهزه، الممدوح بيه رسلان رئيس الشقه القابضه بيناوي بيها في المحافظات او الشركات الشقيقه لما يكون عندهم موجه امطار شديده شويه بنبتدي ندفع نعاونهم بالعربيات. احنا حاليا الامطار الموجوده خفيفه بنقدر نشيلها اول باول، وان شاء الله على عهده الاستعداد لو في اي مشكله باذن الله نقدر نتحكم فيها باذن الله. باذن الله. انا اسف شرقت، في حد بيجيب في سيرتي يا سياده اللواء. دلوقتي انا اقدر نقول انه الحمد لله والشكر لله، سواء اذا كانت اسيوط الوادي الجديد امنتين تماما، مفيش حاجه لا في الشوارع الكبيره الحلوه الشياكه ولا في الشوارع الصغيره الحلوه الشياكه برضو. احنا برضو حضرتك اسمح لي برضو، احنا بنعمل حاجات استباقيه قبل موسم الامطار، اعمال تطهير الشوارع خطوط الصرف الصحي الكبيره بنطهرها اول باول. بيارات الصرف الصحي، البيارات اللي موجوده في الروافع بنأكد على تشغيل المولدات عشان لو قطع التيار الكهربائي نكون مستعدين. فالحمد لله في درجه استعداد عاليه، وطبعا الدروس المستفاده من السنوات السابقه بنستفيد بيها، وان شاء الله نكون على عهده الاستعداد لاي مشكله لا قدر الله تحصل باذن الله. باذن الله. شكرا لك يا سياده اللواء، كل الشكر سياده اللواء هشام دره رئيس شركه مياه الشرب باسيوط والوادي الجديد.